النفسية البحتة والدوافع اللي تخلي الإنسان يلجأ إلى هذا النوع من الأنواع من الممارسات الغير مشروعة. نقدر نقول لك هي حالة الفقر وحالة القنوط، حق الفقر النفسي والفكري وحالة القنوط اللي يكون فيها الإنسان. كيفاش؟ الإنسان في مرحلة ما كلنا في طبيعتنا في تجربة البشر نمر بمراحل وين يكون عندنا خسارات ويكون عندنا نجاحات، يكون عندنا إنجاز ويكون عندنا فشل. كاين نوع من البشر لما تتوالى عنده حالة عدم الإنجاز أو الفشل أو الخسارة، تجي عنده عدم تقبل، ضعف، عدم التقبل، كيفاش أنا نخسر. نعطيك مثال، مثلا يخسر له مشروع، تطلق من زوج، تخسر علاقة مع رجل، أو رجل يخسر علاقة مع امرأة، ما يتقبلوش، يعني عندهم حالة من الفقر الفكري، يعني بخسارة هذا المشروع ولا خسارة هذا الشخص ولا خسارة وضع معين ما راحش نتقبل. علاش؟ ما عنديش إيمان أنه فيه إمكانات أخرى، فيه احتمالات أخرى، فيه فرص أخرى متاحة أمامي، فنبقى مركز فقط على هذاك المشروع ولا على هذاك الشخص ولا على ذلك الوضع اللي خسرته. فما يتقبلش الإنسان، فيبدأ حبه للتملك والسيطرة على ذلك الوضع وإعادته إلى ما كان عليه. كأنه لقى حلول، كأنه حل من الحلول، هو يصور له، يخيل له أنه وجد حل، بينما هي الله سبحانه وتعالى كي يتغلق في وجهنا باب يتفتح ألف باب. هنا راكي تركزي على الناس اللي يعيشوا مشاكل يعني وما يلقاوش حلول. ماذا عن الناس اللي عايشين بعيد عن الأشخاص الآخرون لكن حب الأذية مسيطر عليهم ويؤذيوا ناس اللي ما يعرفوش حتى وبعد دائما عليهم. نبقى في حالة الفقر الذهني، هذه كي نبقى ما يخليوش الناس ترونكيلوش، معناتها غيرة وحسد، غيرة وحسد، معناتها إذا هذا فلان امتلك ذلك الشيء، إذا هذا فلان زاد عنده الخير أنا نقص عندي، حالة من الفقر عندهم في ذهنيا. فما يشوفش باللي أوكي هذا الإنسان ما دام أنا شفت أثر نعمة الله عليه فهذا دليل أنه ما زال كان الخير، معناتها أنا لو سعيد كذلك رح يفتح لي أبواب في هذا الخير. شوف الفرق بين التفكير لما يكون ذهنك مركز على الفرص المتاحة لك ولما يكون ذهنك فقير تجاه الاحتمالات والإمكانات المتاحة فوق الأرض.